طبعا كلام مشايخه الذين درسوه يعني هو فاقهم بلا شك، لكن كلامهم عنه كثير في مدحه وفي الثناء عليه. البخاري رحمه الله تعالى رحل صغيرا في طلب العلم، وكان العلماء في السابق من القديم يبدأون أول ما يبدأون في طلب العلم على مشايخ البلد، ثم بعد ذلك إذا ضبطوا أحاديث أهل البلد انتقلوا بعد ذلك يطلبون العلم في غيرها. البخاري بدأ ببخارى ولبث فيها منذ أن كان صغيرا حتى وصل عمره إلى 16 سنة وهو يطلب العلم في بخارى، حتى استقر له الأمر وضبط العلم، فخرجت به أمه وأخوه، خرجوا به إلى مكة للحج، جاءوا به من هناك من بخارى، جاءوا به إلى الحج وعمره 16 سنة، عمره 16 سنة حجوا، وعادت الأم والأخ، وبقي البخاري 4 سنين في الحجاز يتنقل ما بين مكة والمدينة وما حولها يطلب العلم على مشايخ أئمة ذلك البلد، وهو بذلك السن الصغير، وكان يرسلون إليه نفقة مع من يتيسر، يعني شخص طالع للعمرة يعطون نفقة للولد تكفي 6 أشهر 7 أشهر، ناس جاءوا للحج يعطونهم نفقة وصلوها للبخاري حتى تصل إليه. فأصابه مواقف أثناء ذلك، يعني يقول عن نفسه، يقول: تأخرت علي نفقتي أياما وفني ما عندي، قال: فكنت آكل العشب، يأتي للعشب ويقطعه ويطبخه ويأكله من شدة الجوع، وكان عزيز النفس لا يسأل أحدا. قال: وغاب أياما عن الدرس، فسأل عنه أصحابه، وجاء وطرقوا عليه الباب، قالوا: أنت في البيت؟ أنت حي؟ قال: نعم. قالوا: افتح لنا. قال: لا أستطيع. قالوا: لما؟ قال: ليس علي لباس، قد بعت لباسي في طعامي وشرابي. قال: فذهبوا وجمعوا مالا وشروا، يعني بينهم، وشروا له ما يستر به نفسه، وخرج معهم في طلب العلم. لبث 6 سنين في ما بين مكة، أكثر من 4 سنين، لبث 6 سنين، ثم خرج إلى البصرة، ثم خرج إلى الكوفة، وكانت يعني فيها من العلماء والأئمة الكبار الشيء الكثير، وأخذ يسجل عن هؤلاء جميعا ما عنده من حديث، طبعا يسجل عنهم ويحدث أيضا، يعني كان هو أثناء تسجيله لهذه المعلومات هم أيضا يستفيدون منه فيما يحدثهم به. وكان رحمه الله تعالى متقنا في كل ما يسأل.